انا اسمي منى احمد، عندي 22 سنه، طالبه بكليه طب اسنان جامعه عين شمس الفرقه الرابعه. احنا هنا فريق بنيان، ده فريق ثقافي ايماني. الفريق تابع لجمعيه صومال الحياه الهرم، وبيشتغل على نطاق محافظه الجيزه كلها. الفريق قائم بالاساس على توعيه فكريه وثقافيه ودينيه. السلوجن بتاع الفريق مفكر رباني مؤثر، دي الثلاث اهداف الاساسيه اللي احنا بنشتغل علشانها. الفعاليه المقامه عندنا النهارده هي فعاليه اسمها قعده عرب لناحيه. الهدف الاساسي من الفعاليه هو تقويه ملكه التحدث باللغه العربيه الفصحى عند الشباب بشكل عام. يمكن في الفتره اللي فاتت قرون كتير جدا عدت علينا اللغه العربيه في انحدار تام، وناس بتستثقل التحدث باللغه العربيه الفصحى وتحس ان هي حاجه مكلكعه وحاجه صعبه. لا انا استخدمه، فلا استطيع ان اهاجمه بشكل مباشر. تجرم على ارض الواقع بسبب استخدامك لهذه. اتحدث باللغه الانجليزيه مع ناس لا يفهمون العربيه. الفعالية عبارة عن ايه؟ مجموعة من الشباب والبنات بنقعد مع بعض، بنختار نص نثري ونص شعري، وبتتم المناقشة فيه. يعني بنكون متفقين على النص ده من قبله، والناس قرأته قبل ما تيجي تحضر الفعالية، وبتيجي تتناقش فيه. كل واحد يقف على مثلا قطعة عجبته الأسلوب النثري فيها أو طريقة الكاتب فيها. يعني احنا النهاردة كنا بنتناقش في قصة لطيفة لمصطفى صادق الرفيع اسمها اليمامتان، دي في مفتتح كتاب وحي القلب. الناس قرأت القصة وقعدت تتناقش فيها النهاردة، بتناقش في موضوع القصة وفكرة القصة وطريقة صياغة الكاتب للقصة. والجلسة كلها قائمة على التحدث باللغة العربية الفصحى، ده كان شيء لطيف عند الناس جدا. يعني أنا قلت لي هذا ثانية فعيلة جميلة. أحد الأسباب